مرحبا بكم. اليوم حنعمل سناك حلو او مالح بدون كربوهيدرات، سهل وسريع جدا، هو مناسب لجميع انواع الدايت. يلا على الوصف. 1 كوب من البذور حسب الذوق، جوز الهند 3 ملاعق كبيرة، ملعقة صغيرة بذور الشيا، 3 ملعقة كبيرة دوار الشمس، بذور دوار الشمس، ملعقة صغيرة من بذور الكتان، 2 ملعقة كبيرة سمسم، ملعقة كبيرة بذر القرع. والسكر والملح هذا حسب ذوقكم، إذا بدكم إياها مالحة أو حلوة. أنا حعملها مالحة. أنا بياض بيضة واحدة كبيرة أو 2 حجم صغير بياض البيض، وعندنا الفانيلا. فرجيكم كيف. المهم إحنا أوضع الكمية اللي أنتم بدكم إياها، المهم لكل هذا عيار، لكل 1 كوب 1 بياض بيضة كبيرة أو 2 بياض بيض حجم صغير. مثل ما انتم شايفين نوضع البذور، نوضع ملح او سكر بديل السكر. انا وضعت الملح، السكر مش لازم بديل السكر، قليل من الفانيلا، ونوضع بياض بيضة كبيرة او بياض بيض صغير 2. انا وضعت بياض بيضة كبيرة. نحركهم جيد، نقلب جيد حتى ينسجم كل المكونات مع بعض. هيك اصبح جاهز. نجيب وعاء موجود عليه ورق زبدة، بكون أفضل إذا كان موجود عليه ورق زبدة. نقسمهم الحجم اللي إحنا مناسب لإلنا. أنا عملتهم تقريبا 6 قطع إجوا معي. نشغل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 180 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة. يجب مراقبتها حسب نوع الفرن. هيك أصبح جاهز، نتركها حتى تبرد تماما. هي سخنة لسه، ولكن أنا حرفعها عشان أفرجيكو كيف شكلها. هي سناك كتير بسيط وكتير روعة. شوفوا كيف شكلها، شايفين كيف. ملاحظة دائما عليكم التأكد من هذه الوصفات، وجميع الوصفات بتناسب نظامكم الغذائي أو الوضع الصحي. لا يوجد مكونات بتناسب جميع الأشخاص، دائما نتحرى من المكونات. مثل ما انتم شايفين هي كتير سهلة وبسيطة. أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأنه رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى يشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل، من شان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.